معاه سر اختفاء عادل إمام، والوحيد اللي يقدر يروح يقعد مع الزعيم من غير ميعاد، وبيكتب له كل يوم في حياته وبيأرخه زي القصص، وكل ده بسبب مهنته الأصلية، أسرار عن الفنان شريف حلمي مش هتتخيلها. ولو بنرجع شوية بتاريخ الفنان، فهو أول عمل دخل فيه كممثل من حوالي 30 سنة، وأول عمل ليه كان مسلسل مش معروف قوي واسمه متاعب مرزوق، ورغم إنه مش مشهور حالياً بس بعده جاله أدوار كتير جداً. وما بين سهرات تلفزيونية ومسلسلات وأفلام، أستاذ شريف حلمي عمل لنفسه اسم كبير وسط المجال، وشارك في أعمال تقيلة زي ملك روحي وريا وسكينة وعمارة يعقوبيان وعجميستا والقطة العمياء. وكل الأعمال والسنين دي في كوم، وسنتين 2011 و2012 كوم تاني عند الفنان شريف حلمي، وده بسبب ان مواهبه التانية اتشافت ونزلت ارض الواقع وكسرت الدنيا، وده زي مسلسل احنا الطلبة اللي مثل فيه، وكمان كان هو مؤلف السيناريو والحوار في العمل. والحقيقة ان المسلسل ده كان من اكتر الاعمال الدرامية والشبابية اللي كسرت الدنيا ايامها، والدليل على نجاح المسلسل ده انه اتعرض على 6 قنوات في رمضان وقتها، رغم ان اغلب المشاركين فيه كانوا شباب، وكمان اول عمل بالنسبة لشريف يخرج للنور والناس تعرفه في التأليف. وخلص المسلسل ده من هنا، ولسه شريف بيحتفل بالنجاح الكبير ده، وتفاجئ ان في نجاح اكبر مستنيه في الطريق، وهو مسلسل الاخوة الاعداء، والتاني مرة هيكون هو مؤلف السيناريو والحوار، والمرة دي كمان زود عليهم انه كاتب القصة، وهيكون كمان ممثل ومن ضمن ابطال العمل الاساسيين. وكتير شافوا انه ممكن حاجة تأثر على التانية، وده وارد بشكل كبير، لكن اللي حصل كان عكس كده، والمسلسل عمل ضجة كبيرة غير متوقع، وبقى الكل مستني لآخر حلقة يعرف النهاية، ويا ترى هيكون ايه مصير الاخوات بعد وفاة الاب، ويمكن ده فرح شريف اكتر من اي حاجة تانية، وده لان كتابته شدت الجمهور لحد المشهد الاخير من المسلسل لحد كلمة النهاية. وجنب قوة شريف حلمي في التأليف والتمثيل، فهو كمان مخرج، وكان مساعد مخرج في فيلم ليا هرم، ومخرج في مسرحية حب على نظافة. والحقيقة ان شريف حلمي عنده ميزة مش عند باقي الممثلين، وهي انه على صلة مقربة من الزعيم عادل امام، وكان هو الممثل الوحيد اللي يعرف كل حاجة عن حياته، وخصوصا في الفترة اللي طلع فيها اشاعات كتير عليه، اولها موضوع انه جاله زهايمر واولاده رافضين ظهوره في الفترة الحالية علشان حالته الصحية، ده غير اشاعات الوفاة اللي بتظهر عليه كل شوية. وبداية علاقتهم ببعض شريف حلمي قال عنها: علاقتي بيه بدأت لما كتبت موضوع صحفي باسم عقدة نجوم مصر اسمها عادل إمام، وقتها كان في منافسة على شباك التذاكر، وكان عادل إمام متصدر الإيرادات، وكانت في منافسة بين الزعيم وأحمد زكي ومع نبيل عبيد ونادية الجندي وكل النجوم. وقال إن رد فعل الزعيم على الكلام اللي طالع ليه إنه مهتمش بيه، وإنه قال أنا ياما طلع عليا إشاعات وقفل الموضوع بشكل بسيط وما حطوش في باله كتير، وعارف كل ده بسبب إنه بيزوروا تقريبا 4 مرات في الاسبوع وبيقعدوا يتكلموا في كل حاجه. وقال عادل امام بيلقبني بالمؤرخ لاني بقعد معاه وندون يومياتنا مع بعض وبنقعد نحكي ونضحك. وعن الناس اللي عادل امام بيحب يتعامل معاهم، شريف حلمي قال: الزعيم بيحب الناس جدا واصدقائه من كل الطبقات، ومش بيتباهى بما يمتلكه بل متواضع الى اقصى درجه، مفيش حد شبهه، ده القمر اللي عايش وسطنا. اما عن الحاجات اللي الزعيم قال له رايه فيها عن الفن، فقال انه بيتضايق من تحريم الناس للفن، وان الفن رساله وما ينفعش تتعامل معاه بالشكل ده، ده غير انه بياكد عليه ما يتنازلش عن اجره في اي عمل، ولازم الاجر ده يزيد او يثبت ولكن ما يقلش.